زلنا معاكم في لاباس، وانا فرحان برشا على خاطر باش نحكي معايا الماركة اللي متواجدة في العالم منذ أكثر من 20 سنة، الماركة اللي مواكبة آخر التطورات بصراحة في عالم السيارات. فرحان برشا اللي باش نحكي على الماركة اللي تحبوها برشا، شيري. حاجة هيلة برشا الماركة هذه اللي متوفرة فيها كل المواصفات العالمية، تشريها وانت متهني، كل المواصفات العالمية، أقل ما نجم نقول عليها إلا كهرباء عالمية كومفورتابل. شيري وفرت أكثر من 1500 بوانت فونت في العالم، مبيعاتها أكثر من 10 مليون كهرباء في العالم. الأرقام هذه تدل على قيمة شيري. شيري اللي عملت 5 سنتر دو ريشيرش اي ديفلوبمون، معناتها تعرف اللي عندها 10 معامل موجودة في بلدان متطورة جدا كما ألمانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، البرازيل، تبحث وتعمل ريشيرش باش تخرج لنا احسن كاليتي واحسن جوده. وذاك علاش اقبالنا كبير على سيارات شيري اللي حطت اكثر من 5500 خبير على ذمتكم باش تحافظ على مواكبه احدث التكنولوجيات الحديثه في صناعه السيارات. وذاك علاش شيري لاقيه النجاح العالمي هذا الكل والاقبال عليها، خاطر كل اللي تتمناه في الكهرباء تلقاه. شوفوا مع بعضنا. الكاليتي واضحة، واللي يعرف شيري يعرف انه الكاليتي ممتازة. نعاود نذكركم اللي شيري معناتها عملت أكثر من 5 سنتر دو ريشيرش ديفلوبمون و10 معامل موجودة في بلدان كما ألمانيا، الولايات المتحدة، الصين والبرازيل. حاجة معناتها توريك اللي ما فماش تكنولوجي إلا تلقاها في الكهرباء الممتازة هذه. شيري حطت أكثر من 5500 خبير على ذمتكم باش تحافظ على مواكبة أحدث التكنولوجيات الحديثة في صناعة السيارات، وكنتوا تشوفوا في الكاليتي المزيانة برشا. أهم حاجة نحب نقولها باش الناس يقولوا أسوامها غالية، لا، أسوامها في المتناول، وخاصة أنه مقارنة بسعرها وبالمواصفات العالمية متاعها، وقت اللي تاخو شيري تتسمى عملت أفار كبير وكبير وكبير في كهرباء ممتازة من نوعية شيري. 20 سنة خبرة في الميدان واللي تخلي ناخذوا أحسن كاليتي بأسوام ممتازة وممتازة جدا. أحسن ما تنجم تملك هي شيري. العشرة ملايين الأولى تربحت، ومازالت 10 ملايين أخرى تنجم تكون من نصيبك أنت، والطريقة سهلة برشا. طبعا سي على 85 848.
سهلة برشا. سي على 85 840. جاوب على قد ما تنجم من الأسئلة باش تقوي حظوظك وتنجم تربح العشرة ملايين كاش. بعد شوية مع العشرة عادل بوهليل يجيكم في المونديال. برشا كرة وبرشا جو، وعلى خاطر اليوم حلقة على خاطركم. الضيوف متاع اليوم حاجة معناتها على خاطركم، نحب نفرح باش نستمتعوا بالشعر، الشعر الشعبي، الشعر الشعبي الفكاهي. سعيد جدا باستقبال سي صالح نومة، مرحبا. أشرقت الأنوار. نورتنا ومرحبا. نور بوجودكم. يعيشك. لا بالعكس، معناتها والله شيء يفرحنا انه انت وبرشا شعراء وبرشا ناس عندهم قيمه فنيه وقيمه كبيره برشا تنورونا. وفرحانين برشا انكم تجيو حذانا. نحب زادة نفرح بسي لطفي الخضراوي. مرحبا مرحبا مرحبا. شكرا لطفي. شكرا بارك الله فيكم على الاستضافه. منورنا وربي ربي يفضلك. وجودكم يا اخوي وجودكم يعطيكم الصحه. صايره مطران ومريم صايره نعمل هو تقول واد في الوسط، واد عميق وفارغ بين زوز ثقافات، بين زوز طرق في العيش، بين زوز بالحق. معناتها برشا للاسف فما في الاعلام فما مناطق ثلاث اربع ولايات كل العينين عليها، وفما ولايات اخرى شبه منسيه. ذنب شكون هالبعد اللي علاش مستدعيك؟ انا نحس روحي كان لازمني حوار سبيسيال، كاني مستدعي ناس بالحق بالحق. معناتها الابداع ماهوش حكر على ولايه معينه، وعلي تونس هي كلها من بنزرت حتى التطاوين وبن قردان متبقينا دائما. ثم مشاغل الحياه، الاعلام مثلا ماهوش باش يزرق عليها سمس باش يمشي الناس كل، مع انهم يعني مطالبين انكم تحوموا، واحنا زاد ايضا مطالبين زاد باش نبينوا روحنا. نمبر 1 في الشعر الفكاهي في تونس، سمعت قلتها. والحمد لله. والحمد لله. هل انت نمبر 1 خاطر فماش برشا شعراء، ولا خاطر فما برشا وانت خير منهم؟ لا، في الطبع الفكاهي مش موجود، لان صعيب اضحاك الناس في الوضع الراهن. الوضع الراهن بالحق يعني بالحق. ساعات تبدا تحوم على حاجه حتى ما تضحكش تضحك عليها. اي اي. بون، ثم شعراء قدموا توفوا الله يرحمهم، مات بقينا تو في الوقت الحالي نجم نقول لك نمبر 1 في الشعر الفكاهي. سيرتو وافتخر. الحمد لله. خاصة انك تحكي ابديلي تراها بأول قصيدة في أول ما حاجة الحليب كذا، معناتها انك ساعات حاجة مغلغلة على قلوبنا أنت تضحكنا عليها. أكيد، هي كل قصيدة تحكي قصة. طبعا. والقصة لازمها تكون تمس المجتمع. تو وقت اللي تجي تلقى روحك تحوم على بكو حليب وكانك تحوم تحوم على حبيبتك وكانك يعني الغرض هذا. الغريب في الامر يا نوفل ان تجي تلقى الريب موجود، الزبده موجوده، اللبن موجود، الحليب ما هناش، ايش يصنعوا فيهم؟ هم المشتقات هكا. علاش انا قلت يا غرط ورايب واللبن موجود، اما الحليب مفقود، ويا سامعي ما فهمتش المقصود. والله شيء غريب، وليت عايش في زمان عجيب، نفرح اللي حصلت باكو حليب، وقداش فيه بذلت من مجهود، مخبيه تحتي مهربة تهريب، خايف عليه من العين والحسود. يا ناس مخي سكر، والوضع يا الحباب زاد تعكر، نخمم منين نجيب كيلو سكر على خاطر ندير حرب بالبارود، دبوزة الزيت يا خوت فيها نفكر، والصبر عنده يا رفاق حدود. عانيت من التنهيد، فقدنا الفرينة والعظام وسميد، الحم العلوش نطعمه في العيد، باقي الأيام بنذبحو قنفود، أسوام الخضارة كل يوم تزيد، والجيب فارغ ما فيه نقود. كل شيء ولا غالي، كل شيء ولا غالي، وأنا أخويكم مغصور هذا حالي، مخمم على قوت وقوت عيالي، سهران ليلي والضراري رقود، هزيت إيدي للكريم العالي، نطالبك يا رب يا معبود. نسأل على الأسباب، علاش لاش؟ طبعا الكل بنسألوا على الاسباب، علاش لاش هيك يصير يا الحباب؟ بعد الكورونا وهمها والارهاب، اصحاب الكراسي شبعوك وعود. بعد الكورونا وهمها والارهاب، اصحاب الكراسي شبعوك وعود، وحتى البقر اليوم دار ضراب، حسرات على ايام الكرم وجود، حسرات يا حسرات.
حسرات يا حسرات، نبكوا على ماضي تعدى فات، عيشة بسيطة حق ويا ماتش زمان والدي وقبل زمان جدود، لكن ثم غلاء لزيادات، وهذه حقيقة ثابتة بشهود، يا غرط ورايب واللبن موجود، أما الحليب مفقود ويا نوفل ما فهمتش المقصود. الشعر شنو هو؟ الشعر لسان القوم، مرآة المجتمع، يعني راني باش ننقل اني احداث اللي موجوده في المجتمع اللي احنا عايشينها، والا نحكي لك على اخبار تاع جدودنا قبل ونجيبها لك بطريقه سلسه. كلموك فنانين بالحق باش تعمل اغاني، اما ما مشيتش. ها لا لا ما صار ليش، ماني الشاعر الغنائي، الشعر الغنائي عنده ناس، فهمتني؟ انا بالنسبه لي شاعر فكاهي، ولو طلبت مني، انا ما طلبتش مني، اما في صوره ما طلبت مني نتصور نكتب، اما ما اللحن راه ما لحنش. لطفي انت شاعر غنائي، ظلت حاضر في غنايه مع صلاح مصباح، كاتب 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 الفنانين اكيد. لطفي الخضراوي من مدنين باش نعرف بروحي، وهي عاده الشعراء معناها يتعرف معناها يعرف بروح الشاعر شعري. يعني شعريا اكيد، هذه يعني طريقه عاده معناها يستعملها شعراء، عديد الشعراء نقول معروف اصلي ونسبتي ورغمي عويدات لحمي ودمي، ولنا شوايد صيتنا من السمي، لنا نسب وشوايد من الجد، لنا من زمان عوايد لا ننحنو لا نكبك بول الشدايد، وكبار عزم فينا من قديم مسمي، ولا نرتد وجداد غزلة بايد كلام واثقة خابر حصيدة عمي، ما نلبسوش مذرح احنا لبسنا تقليد وافي فرح، ودور على التاريخ بينا صرح، ما نقبلوا كلمة سفل وذمي، وساس الكرم لا يبيد لا يجرح، طين علي جلة غصايص همي، معروف أصلي ونسبتي ورغمي، عويدات لحمي ودمي، ولنا شوايد صيتنا بالسمي. تو كي نقول لك معناها نسبتي ورغمي يعني من قبيلة ورغم، أي وعرش ورغم هذا راهو يعني كبير، عنده يعني عنده معناها موقع جغرافي يعني كبير لا بأس به، وعويدات هو الخضراوي نفسه. ثم أنا عندي شعار، ما كل شاعر عنده شعار خاص به، الشعار متاعي هو يا بو معاني بو معاني، أي كون عدت البيبة، كون عدت البيبة، عدت البيبة يعني لبيب، أي أي يا بو معاني كون عدت البيبة، فارس قوافي وكلمتك عدلها، صادف تطيح بنبه وام ذيبة، يشرب غدير المصيدة وانزلها، إذا تحب تصبح راس بتجاريبة، ارضى الناس غاية صعب ما تحصلها، لكن تواضع للصواب وطيبة، تنال المعزة وغايتك توصلها. هنا يعني ثم التواضع، ثم حاجة كيما هيك. ما هو الشعر فكاهي، أنت شعر شعر. لا جد اسمع، شوف هو شاعر الهزل، هذا شاعر الجد. الجد بين الهزل والجد. حتى الجد نتاعكم فيه ضمار وفيه معنى وخفيف. لا هو فيه رسالة، هو فيه رسالة. فيه رسالة وفيه نقد راه. كي نقولوا احنا شعراء وباش نسميه، أنتم عندكم منذ شعراء أخرين، ما تحكيوش على أولاد أحمد والمزغني و والهادي القمري، معناتها تحكيوا على شعراء اخرين. هذوك قامات. اي. بالنسبه للولاد احمد صغير، ولاد احمد. اي اما. والمزغني هذوك قامات. اما في موندو اخر. اي لا حتى ولو في الشعر، كل شعر. اي. هذوك قامات. هوكم في. اللي عندنا تو حاليا ما شاء الله، لو تمشي للجنوب في ولايه مدنين، ولايه تطاوين، ولايه قبلي، في قابس، ما شاء الله عدد مهول. تخدم زاد مع في الافراح في غيره، معناتها يقدروا برشا الشعر، معناتها تبارك الله عليكم، نفرح كي يبدا الشعر عنده قيمه بالدرجه هذه. بس صح. فما قصيده قلت لي عليها انت. ايوه. قلت لي تمشيش يجيك. اي. اه. ايوه. صالح وما تقولوش قصيده عربي سوري هذيك. اي طبعا. هو شعر مثقف ومتمكن وسلس، تبارك الله عليك نوفل في الضيوف الممتازين. انت تفتحت على الجمهوريه اليوم. ايه. ريت احنا بقينا حد العاصمه. بعد القصيده عندنا برشا كلام. يلا ترى اعطينا شنو العربي السوري هذا؟ العربي السوري. هي قصيده تعليميه. يا خويا اسمع. هي كلمات بالعربيه مترجمات بالفرنسي
أسلوب سلس، نقول بعض الكلمات العربية هي نترجمها تولي فرنسية. الهاتف لي اسمه بورتابل، والقزة معروفة صابل، خيط الضوء يقولوا كابل، وركايات فولاذية، والسلعة الهشة جي طابل من صنع الصين الشعبية. هم يقولوا مادانشينا، والمطبخ اسمه كوجينا، والآلة اسمها ماكينة جديدة أوتوماتيكية، ولا مرة صنعنا بيدينا وجبناها الحاجة مسوية، عقبنا فاتتنا اللواج، العربي خمم في بركاج، وهم دزوا على الانتاج، صنعها قنابل ذرية، تران ودبابة وميراج سفن وغواصة بحرية، البقرة يسموا فيها فاش، تجينا تضحك تبدأ فاش، تسأل فينا زعم علاش، يوم العيد تضحوا علي، ظنيت العيد على كباش وعرفوا قدري الهندوية، الأرنب سموها لابا، وحتى الخبز قدام با، أنا راني جيعان وفا، نحس بتاتي كبس علي، جيبوا حرفش. الأرنب سموها لابان، وحتى الخبز قدهم بان، راني جيعان وفان، حس بتاتي كبس علي، جيبوا حرابش. كان حذاكم صيدلية قدهم هم فارماسي، المنشار يقولوا لسي، أقعد بالسوري أصي، هدي عظامك نحي العية، شكرا صحيت ومرسية ونرمال الفازة عادية. السيارة اسمها بوتير، المستقبل هو الفتير، الضوء الكاشف. السيارة اسمها بوتير، المستقبل هو الفتير، الضوء الكاشف بروجكتير، من الابعاد يبهر ضي، وكانك على الشاحن سارجير، اشحن لا تقص البطاريه. مدرستي تعني ايكول، رابيد سريع ومعجول، وما هو المرمى قداهم جول، والفيفا كلمه دوليه، فو كلمه تعني مهبول، مودرن حاجه عصريه، في الصبح يقولوا بونجور، واحنا نقولوا صباح النور، الطبيب يقولوا له دكتور، عنده سماعة وطبلية، الجرار اسمه تراكتور عند الدول الغربية. ميشون يعني شرير، دونجيري شيء خطير، أما الديركتير مدير، جميع قراراته فورية، كان قال الفيل يطير تصفق لكل جمعية. نقولوا نعم، نقولوا نعم يقولوا وي، الضجيج قداهم بروي، بوكو برشا مش شوي، قلقني طرش وذنية، وكان قالوا صاصي في يعني أسكت دي رمزية. أيروبور يعني مطار، تران كلمة تعني قطار، لوبيتال هو سبيطار، وهذه كلمة بربرية، نقولوا فيها باختصار عادي ما هيش قضية. الشط اسمه بالسوري بلاج، حط دبشك على البورت باجاج، رحلة سعيدة بون فواياج، تكويرة وقت العشوية، الملاهي اسمها ماناج، ولازمني نهز الذرية. نقولوا صيد يقولوا اليوم، والكورة اسمها بالون، والديك الرومي داندون، عايش في وسط البنية، وثم عدد قداهم صون، في لغتنا نقولوا مية. الكلب حشاكم قالوا شيان، والعشرين يقولوا فان، والعطر يقولوا بارفان، قبل ان تخرج دير شوية المكبح في السيارة، فنان به تمنع من كل أذية. التمرين اسمه اكزرسيس، والستة بالسوري سيس، وفي الديمين ودوبل سيس، تحصل في كفي زنكية، نفك براغي ترني فيس حسب حجامة والنوعية. الوصفة قالوا أوردونونس، وحتى الحظ قداهم شانس، والعطلة اسمها فاكونس، محلاها وقت الصيفية، أما الإجابة ريبونس جيست صحيحة مية مية. الجارديان قدانا حارس، والجوكير نقولوا فارس، في الرامية يقولوا تيارس. أنا سألت الناس الفنية، المعطف قالوا له بومبارس، كلمة فور المعنى قوية. الجاسد يا سامعني فازا، وحتى المزهرية فازا، وقبل العرسة احفر بازا، قانون البنية التحتية، شهادة بعد الباك إجازة تدخل بها للكلية. ستيلو سميناها بلومة، والممحات قداهم قومة، وحتى العجلة اسمها قومة عند شقانة الليبية. وأنا الشاعر صالح نومة، لكم مني 2000 تحية. بعض الكلمات العربية هي ترجمها تولي فرنسية. الله 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 الله، تحية تحية لشكون؟ للروس، تحية للدكسيونير، تحية للجمهور، أحلى جمهور، تحية ليهم ما شاء الله عليهم طبعا. وأكيد
يلا سؤالك باختصار افهم تحية للجمهور. تحسوا فنان شعبي راهو في الشعر. هو والجمهور والجو هو اخويا وحبيبي وتونس بلد الثاني اخويا وحبيبي مطران مطران هاك الشعر واحد كذا طول. نحب سؤال محرج اسمع كيفاش يحمش فيا هو صاحبي راهو انا نحب الشعر جبت اخويا وحبيبي انا فهمتك انا والله صاحبي اسمعني هو نوفل بصراحه هو موهوب وشعر متميز جدا وعندنا برشا منه في الجنوب منهم السيد التابعي وعندنا في تونس زاد المنجي الطرابلسي واحنا انت ذكرتني بالذي مضى ذكرتني بشبابي راهو كنا نعملوا الحاجات هذه اما باللغه العربيه وقت تقول انا الشعر الاول هذا نوع من الغرور باش يثير عليك استهجان الشعراء الاخرين. خلينا احنا نقول لك انت الشعر الاول قلت في في اطار في الفكاهة خاطر فما ناس ما همش معروفين ممكن تجرحهم وتجرح تجربتهم برشا ما همش معروفين نعرفوه هذوك اللي مش معروفين مهمة نوفل هذوك مهمة نوفل يا رب والديك جد الكرة صحيح توا يا اخويا كور لحظة بالله باش نسألك ما تران باش نسألك تفضل علاش كيحس روحه شاعر اول ما يقولش انا شاعر اول؟ علاش ما نحسش بفخر؟ لا يعني شو المبدع؟ شو المبدع؟ اسمعني انا الاول اقول انا الاول يا نوفل ما تنجمش هذه تولي غرور وتولي انانيه ما معنى غرور؟ غرور مغرور علاش غرور؟ حتى الجمهور يولي ما عادش يحبك راهو مش خاطر توا انت ناجح تبالغ شنو ما عادش يحبني؟ لا الجمهور وردني الاول الجمهور ما يحبش الاناني كي نعمل فيديو يشوفوني مليون الشاعر دون جمهور المبدع لا قيمه المبدع بصفه عامه انا كي نعمل فيديو يشوفوه مليون يعمل معناتها الاول حتى يعمل زوج ملايين يتواضع باش يبدع اكثر مش لانه وعلى ما يفرحش انه الاول صالح انا قلت لك انت موهوب ومتميز والنجم نقول لك انت راك رقم واحد في تونس خلي الناس تقول رقم واحد فهمت كيفاش هذه نصيحه راهو يعني نحبك ولا ما نقولكش نقولك في اللي تقول فيه الناس يعني بالنسبه لي ما نقيمش روحي قيم الجمهور انا عمري ما نقيم روحي قيمني الجمهور وتقيمني ومستحيل مبدع اذا كان ما عنده جمهور ما عنده حتى قيمه تفضل ايا كان تفضل واضح مريم انا نحب نعرف كيف جاتك الموهبه نتاع الفكاهه للشعر بدايتي نحفظ الشعر ونحفظ للمرحوم الشاذلي بوززه عملاق الشعر الفكاهي دون مناسب لكن من بعد عملت اني المواضيع اللي موجوده في المجتمع اني نحولها انطاعت لي الفكاهه وما نكتبش كان الفكاهه راني نكتب الفكاهه ونكتب الاجتماعيات ونكتب القوميات ونكتب الغزل ونكتب كل انواع الاشعار لكن تخصص فكاهه واضح ما بدا بالطريقه هذيك تراسي لطفي الخضراوي شنو تنجم تسمعنا انت اخترنا حاجه هزك نسيم الغرب يا مظنوني وقتاش زعما نحل فيك عيوني هزك نسيم الغرب يا مظنوني وقتاش زعما نحل فيك عيوني ترجعش بعد الغيبة إن الصبر مني راح ربي جيبه من الوحش حالي والدموع سكيبة زاد هزني التخمام كثر محوني يا من رضعت الصدر صافي حليبة تحنش قدايا نحل فيك عيوني قدايا تجيني ونشبح خيالي الجد وتوريني بالحضن عندي نحملك يزيني تحضرش قبل القبر ما يهزوني كانك ولادي ونعرفك تبغيني يروح وزور الوطن يا مظنوني ننشد عليك نخمم لجواب فرح لا سلام مسلم يا كبتي قلبي عليك تألم وقتها زعمة تحس بها محوني طال السهر والليل عندي مظلم زاد الطمع في شبح مم عيوني قداش ما عانيتك وقداش في حجر الدفى غطيتك وقداش من حضن الحنان عطيتك ونقول يكبر تخلص لي ديوني واليوم هاك نسيت كيف ربيتك سافرت وتغربت يا مظلوم سافرت عندك مدة غدت حالتي بين القضاء والشدة قداش يا ما فرح عندي عدة وعياد فاتت طيبت لي عيوني زعم كلامي يرجعك عالجدة تفرح معايا الناس ويهنوني يرجعك زعم كلامي تصبح عزيزة وزاهيات أيامي نميمتك تصعب علي وهامي يا كان روح حد واستدعوني نستحضرك في خاطر قدامي وفي المحر ما نكفف دموع عيوني في المحر ما نكففها بلا وعد مني دموع ما نطوحها كي نشوف ظنوة كي نشوف ظنوة بميمتة فرحها يكبس علي الوحش في مكنوني شيع عيوني للوطن رجعها مش قادر على الصبر طاب ويفوني الكبد ما هي مشومة
انك بوتي انك بيتي من فرقتك مهمومه كبد الوليه صبر ما بترومه حكمه خلقها الله متلوموني ورضايته في ديننا ملزومه برضايه الوالدين يا مضنون يروح وزور بلادك نشبه خيالك في فرح اندادك وتعمر بالخير وكر اجدادك ونقول عندي ولاد ويحضوني ونعرسك تلعب علي ولادك يرتاح بالي من الكلام الدوني هزك نسيم الغرب يا مضنوني وقتها الزعم نحل فيك عيوني شكرا صور يعطيك الصحة هي صور معناها تضرب على الكتر فانديس نجم فرد موضوع نقعدوا في حلقة اي ديوب بيناتنا تختلف ان لطفي يحكي على مرأة تبعث لولدها في جواب وتقول له زعما كلامي يرجعك ولا طبعا تحية بالله الجرزيس وناس عكارة نحب نوجه لهم تحية وربي ان شاء الله يصبرهم من هالمنبر هذا خاصة بعد حكايه 18 ان واحد توفى المركب فتحكي مرأة مشت للبحر مش شوشت على ولدها حبت تاخذ نتيجه من البحر تقول له غدار يا موج البحر المالي شوقتني في الغالي ندعيك للمولى الكريم العالي منك كثر غريدي تعبتني كثرت فتنه هيدي شوطت كبدي كويتني في ولادي ظهري انقسم ما عاد عندي والي اني طالبه مولاي ربي سيدي بكيتني يا بحر تقعد خالي علاش لا شك تدير اني تعبت منك غاب لي التفكير مكسوب راس ولاد طفل صغير من الهم والدمار هارب جالي يحلم يحسن وضعنا ما خير مقهور عايش في الحياة زوالي من الهم ولدي هج في مركب صغير مع جماعة خرج وكاتب ورقة داسها في درج يا والدة انت الغلاوة دلالي بإذن الإله نوصلك للحج على خاطرك ندفع جميع أموالي احكي تكلم قول أريح قليبي وخاطري المشغول جيتك بجاهل هاشمي الرسول يا بحر ما تسكتش ريح بالي حطوا القضية ضد المجهولة أنا جيت نطرح يا بحر نسوالي قال البحر البليز يا والدة احكي بلا تنرفيز انتي فقدتي طفل غالي عزيز ومن الهم والدمار هارب جالي حلم حلمه الوحيد وغايته باريس خلاه وطن العز والأهالي مانيش من الغدارة يا والدة غير اسألي البحارة ينبوك على الخير البحر وسرارة ومحال تلقي نقص في مكيالي تجيني المراكب فارغة تجارة دوباش تخرج من العباية تكالي حلمك علي استني موجوع كيفك حالكم شاغلني من الله أمر الموت ما هو مني يا والدة غير أقربي وتعالي ولادك تحدى جايني متعني في مركب صغير معاه برشا غوالي فراق الظنيمة حرة والفقر والتهميش يا ما مرة وتونس بلاد العز عاشت حرة والوطن ما ينباع سوما غالي نعيم خيرها باعوه ماشي البرة وما يبيع وطنا كان شلبوهالي أصغي كلام نقوله خذ الحقيقة الثابتة المعقولة أفكار العرب الكلها مشلولة ريتيش مرة قاوري زوالي وريتيش عربي في المراتب لولا حياة عمرهم عقبين يمشوا التالي بنقول لك لي ثم كلام حق لا هو كذب لا هو مذمة حكامكم هم سبب الغمة شدوا الكراسي عفسوا الزوالي خلوا وطنكم يا عزيزة زمة منين كان وطن العز ولا خالي ومسك الختام تحية وللكم سلامي يا عزاز علي نوما كتبت قصيدتي فورية صلاة سيدنا بها ختمت أقوالي ويا رب صبر قلب كل ولية سواء أم ولا أخت فقدت غالي غدار يا موج البحر المالي شوقتني في الغالي ندعيك للمولى الكريم العالي شعر نوما يعطي الصحة أبدع في القصيد ثم كأن حطنا في الإطار يعني للوطنيات عرفت كيفاش حاجة أخرى سي لطفي سي صالح شعره موزون أكيد صحيح معناها بالصح وعنده ملكة حفظ عجيبة وغريبة أغلب الشعراء يقرأوا من الورقة هو تبارك الله عليك يقرأوا بالورقة قصائد نخدمهم في العرس معناتها تنجم في عرس يبدأ يقولوا لك القصيدة فلانية قصيدة فلانية بالطبيعة يلزمك إذا بتجيب ورقة بدل ما تقرأ ما حاش تولي وهو نوفل فيه خلة معناها صفة باهية برشا الله على خلة إيه خلة الله
قالوا لي فسر الكلمة مفردات من أروع لأروع. بيصير مفردات خاطر جيتوا أنتم. وساعات أنا ما نلقاش الكلمة نقولها بالعربية، قالوا لي فسرها بال خلة. خلة صيفة معناها. وأنا نمشي ونرجع. ليه ما نعرفش. اسمعني. تمشي أنت نمشي كل. يسأل على الخلة وبنت الخلة. ديما العلاقة بين الشعراء جي غوماركي برشا احترام اللي ما نشوفوهمش في فنانين باغ إكزومبل ممثلين ولا فنانين بين بعضهم. ديما الشعراء. مش نقول كلمة نخاف لا. شعراء في تونس هابطين ريش. لا في كل مجال. الموضوع هذا عندك في حق. في كل مجال. أي. تلقى فيه صاحب قصيدتك عدوك. لا 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 صاحب قصيدتك عدوك. نحكي فيما نحكي. لا مطرح. خلصنا مطرح. خلصنا صديق الحبيب. استنى استنى استنى. خلصنا حبيبي. قضيه قصيده نص دقيقه وهذوما زوز لجنه التحكيم. موهبه شابه. بارك الله فيك. نحبكم تنصحوها اكيد، ولكن بصرامه بصرامه. متى يا ست الستات ينتهي ما كان بيننا من خصومات، وننسى كل ما فات، ونعود في اقرب الاوقات الى طاوله المفاوضات. متى يا مدام يعود بيننا الاحترام، وما كان بيننا في سالف الايام، اضحك انت، من وئام وانسجام، لنواصل الكلام في الغرام، من أجل التوصل في الختام إلى إبرام اتفاق سلام. أنا الآن يا حسناء الحسان إنسان ذكي وفهمان وجنتلمان، أفهمها وهي في حالة طيران، وأضع في الحسبان أنه ستنالني منك لكمتان ونطحتان وجبدتان من الأوضاء من الأوذان، وأني سيبونا نعلقوا، أنت قولوا احنا نعلقوا. وإني سأصبح في خبر كان لو لم أبادر أمامك إلى الإذعان لإبرام سلام الشجعان. الله الله. سيدة لحظة لحظة. لا لا رد لك صالح. لحظة أستاذ صالح، يعني هذه الموهبة باش تنصحوا؟ أنصحني. يعني يبطل الشعر صراحة. صراحة مبدع قمة الابداع. ما نجمش صاحبي شفتكم يا أخوي تشربوا في قهوة هذا يسمى من الشعر اللي هو معناه نقولوا احنا كالتجديد، تجديد في الشعر مخضر بين وين جاء التجديد؟ لا لا تم موزين شعرية. لا تجديد. تجديد الشعر. تسمى تجديد. تجديد. لطفي عملنا شوية سسبانس في الحلقة. يا ودي تجديد تجديد في الشعر. يعني راهو نوع من الأنواع نتاع مش يعني هو جديد معناه اللي تو. التجديد مش جديد. يعطيك صحة صالح نومة، يعطيك صحة لطفي خضراوي. خليكم كلمة ختام كلمة ختام. أستاذنا صالح. كلمة الختام حب نوجه تحية لكل النساء. طبعا في تونس وفي العالم العربي تحيه لكل النساء. الام طبعا المراه هي الام، والمراه هي الاخت، والمراه هي البنت، والمراه هي الزوجه، وهي الزمال الكل هي الزين. ادم بحر، حواء هي الموجه، ربي عطاها الحسن قلب حنين، ومن غيرها يا نوفل تصبح حياتنا عوجه. نعيش النكد والحزن نبقوا سنين، ولو كان ندخل برنا وفجوجة قداش جابت أبطال وفرسين، يشهد حصاني ورسوتة وسروجة، والسيف هد الكفر والغزين، ولو كان نعمل في عربنا لوجة الهادي نبينا الهاشمي الأمين، أم أمينة وزوجته خدوجة معاه كافحة بالحق واليقين. وننهي قصيدي ريت باب خروجة، لا نقول كيف الناس بابي وين، ومعنى قصيدي لجبتها بالأوجة، مني تحية ود للحلوين، ومني تحية ود للنسوين. لطفي الخضراوي يعطيك الصحة، شكرا. تحية لزملائنا الشعراء الكل، تحية لهم بدون استثناء، تحية للعائلات عائلتنا كلها، يعني المرأة والزوجة. وتفهمنا سي لطفي صالح باش نقعدوا باتصال، كل حاجة جديدة عندكم، ناس تعرفوهم في الشعر، نحبوا تنورونا، خاطر عندنا برشا نقص حتى في طريقة التلويج، ما نعرفوش شنو اللي مش ماشي، شنو اللي ماشي، معناتها أنصحونا أنتوما باش تحلوا لنا عينينا باش تزيدوا تقربوا أكثر من الناس الكل. يعطيك صحة سي لطفي، تحية ليك والعائلة الكل. سي صالح نورتنا. شكرا. شكرا لك سي نوفل. شكرا.
شاء الله ان شاء الله نكونوا امتعناكم. ايوه تحيه اختنا مريومه. تحيه اخونا بدران. مثلا زميلي وصاحبي وصديقي ما حتى لذيت لي ما حبيتش راني. تحيه نوفل الورتاني. تحيه القناه التاسعه. شكرا لك. طقطوقه اخيره نختم بها. لا الجمهور النير هذا ولا الجماعه اللي يتفرجوا. هي طقطوقه صغيره نقول انا شريت لك خاتم ذهب منقوش. احفظ يا نوف. انا شريت لك خاتم ذهب منقوش وجيتك قصدت الحوش يا توافقي يا نهرسك ببيوش. شكرا لك. شكرا لك نورنا. يلا العشرة ملايين ليلة تربحت ونزلت 10 ملايين اخرى تنجم تكون من نصيبك انت والطريقة سهلة برشا. طبعا سي على 85 840. سهلة برشا. سي على 85 840. جاوب على قد ما تنجم من الأسئلة باش تقوي حظوظك وتنجم تربح ال 10 ملايين كاش. وصلنا 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 نهاية حلقة من 8 ل 10. احنا ماذا بينا نطولوا معاكم ولكن ليفينمون الكبير اللي هو المونديال والمونديال مع عادل بوهليل. شكرا ليه وكافه الفريق اللي قاعد ما نفلتوا حتى شيء. غدوه يبدا المونديال نهار 3 ان شاء الله بالتوفيق لتونس وان شاء الله يا ربي مربوحه. مريم اخي مريم محليك. مريم محليك راجل سدد جيلي. ان شاء الله مربوحه. انت اثرت عليها باش تلبس هكا. والله تاثرت بيا. ايوه تاثرت. مطران ان شاء الله مربوحه وان شاء الله تونس ديما بخير وبارك الله فيك على السهر الممتعه. شكرا لكم. نتقابلوا نهار السبت الجاي 8 تاع ليل كالعاده. نكملوا توا مع عادل بوهليل. بالاخير